دوما ما يحمل شهر رمضان رسائل المحبة والسلام والتعايش، وعليه اجتمعت مكونات إقليم كردستان في لقاء أقيم بالسليمانية ركز على تعزيز المساواة الإنسانية وحرية المعتقد بحضور ممثلين عن جميع الأديان في كردستان. احنا فريق او ممثلين منظمة السلام والحرية بكردستان العراق. هدفنا اليوم كان هو جمع ست طوائف او أديان موجودة بكردستان العراق من اجل المساواة بينهم، انه احنا بشهر رمضان الفضيل، فحبينا انه نخلي التعايش بين الجميع، نوضح انه كل ديانة شنو رسالتها، فمن خلال هاي الرسالة راح نوضح للمجتمع احنا شنو هدفنا. فحبينا اليوم نطلع على الهدف اللي عندنا اللي هو المساواة والتعايش بين كل الديانات. ألوان الطيف تعددت هنا ونقلت صورة عن التسامح الديني الذي تشتهر به المدن الكردستانية في مبادرة تهدف لمد جسور الحوار بين مكونات المجتمع الكردستاني. التعايش في إقليم كردستان محل فخر لنا جميعا، واستطاعت جميع الأديان هنا من إعطاء صورة حضارية وراقية عن التعايش، وكل ذلك بدعم رئيس الإقليم ورئيس حكومة الإقليم، وهو ما بدا واضح للعامة خلال زيارة البابا الأخيرة إلى كردستان. الأديان ليست لديها مشكلة في تطبيق التعايش، ولكن المهم هو المحافظة على هذا التعايش والتسامح الديني، وهي مسؤولية الجميع. وضع اليهود في إقليم كردستان وخاصة السليمانية جيد جدا، ولدينا تواجد في المنطقة عبر التاريخ. أيضا نملك هنا دور عبادة خاصة نمارس فيها طقوسنا الدينية بكل حرية، لكن نحن نطمح للأكثر. وأشكر جميع الأديان المتواجدة هنا على التسامح والتعايش فيما بينها والعمل المشترك لإحلال السلام والمحبة، ونطلب من الجهات المعنية المساعدة في جمع وتوثيق الأماكن الأثرية الخاصة بنا، ونحن بالنهاية مواطنون كرد في كردستان. وتنتشر دور عبادة لمختلف الأديان على أراضي إقليم كردستان تمارس فيها الطقوس الدينية وفقا لحرية المعتقد والتي يصونها القانون. لقناة زاغروس تي في شيار محمد، السليمانية.